الرحمن الرحيم هنبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ مع بعض. البروبلم الأولى وبيقول لنا assume the existing of two type of tables. الأولى عندنا two table، واحدة طولها x أو short one أو shorter one x واللونجر one y. يعني كأن معاك two table، الأولى طولها قصير x والتانية طولها طويل أطول شوية الواي اللونجر. احنا عايزين نستخدم الاتنين table دول زي ما انت شايف كده علشان نعمل بينهم نملى فراغ معين او في سبيس معانا. فزي ما انت شايف كده السبيس ديستانس الكليه دي طالب مننا ان احنا نحاول نعمل فيلينج او فيتنج للفراغ اللي موجود في طبعا الدي دي ترمز للديستانس اللي موجوده معانا. فلو ما سمينا مثلا الشورت هنسميه اس والكبير هنسميه ال، فهيبقى المفروض ان انا اعمل كومباينيشن بين الاثنين. وكلمه كومباينيشن يقصد بيها ان انت تستخدم مجموعه من الديسكات المكرره. فليكن الواي لو عندك طول الواي مثلا 7 تعال نحط رقم، والاكس هيكون طولها مثلا 4 فور اكزامبل. فانا عايز املا الفراغ والفراغ ده كله 20، فالسبيس ده انا عايز احط فيه مثلا اقدر استخدم واحد يقول لي انا هستخدم 2 من الواي 2 ديسك او 2 تيبل من الواي، فيبقى 7 و7 14. ولو استخدمت واحدة كمان 7 هتتجاوز ال20 فمش هتقدر، انت الحد بتاعك المسافة كلها السبيس فهتستخدم واحدة 4 معاهم. فيبقى استخدمنا كومباينيشن بين التو تيبل، واحدة 7 متر واحدة 7 متر والتانية 4 فيبقوا 18 متر زي ما انت شايف. فبالتالي هيكون في بيقول لي كومباينيشن of these two type of table are aligned to fill given distance d using few tables as possible. يبقى انت عايز تستخدم اقل عدد من التيبلز علشان توصل للسبيس المتاح تملاه باكبر قدر. فلو استخدمت في حلول تانية زي ما انت شايف كده اقول لك اقدر استخدم 5 تيبل من طولها 4، فلو 4 و4 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 كمان فال4 في 5 ب 20. اكيد الحل ده احسن. ليه؟ لان انا استخدمت كل المسافة ومفيش عندي مسافة متبقية. هو قال لي few number of table as possible، فانت هنا استخدمت 5 وتحت في الاكزامبل او الطريقة اللي فاتت استخدمت 3. فايه اللي يحسم الموضوع او مين الاختيار الافضل؟ فهنلاحظ ان هو بعد شوية في السيناريو اللي كاتبه بيقول لي find the optimum combination to keep the remaining empty distance. فانا دلوقتي لو استخدمت السبعة وسبعة تحت ومعاهم الاربعة انا كده بقى عندي remaining distance المسافة المتبقية 2 متر او 2 يونت اوف تايم اوف 2 يونت اوف ديستانس. فالمسافة المتبقية 2 لكن فوق في الاكزامبل التاني كانت المسافة 0. يبقى 7 و7 و4 يخلوا المسافة اعدادهم 3 تيبل بس يخلوا المسافة 2، بينما الاكزامبل التاني يخلي المسافة 0. يبقى ساعتها المسافة الاقل هي الافضل. يعني لو استخدمت 5 تيبل من اللي طولها 4 القصيرة هيملى المكان هيبقى فيت بالظبط. وده اللي بيقول لي عليه find the optimum combination. يعني في احتمالات كتير لكن احنا عايزين الانسب. الجملة المهمة اللي احنا بنعلم عليها دي empty distance as small as possible. انا عايز اقلل ال empty distance بقدر الامكان، اقلل ال empty distance اللي هي المتبقية. لو حطيت التيبل هيتبقى فراغ قد ايه؟ ده اسمه ال empty distance. البريوريتي زي ما احنا شايفين كده انه ال first priority minimize the empty distance، فلازم تكون صفر. مش لازم تكون صفر، في الاكزامبل اللي قدامنا الصفر افضل من الاثنين. يبقى الحل ان انا احط 5 ديسكات طولهم 4 افضل بكتير من الحل اني استخدم الحل اللي تحت، لان الامتي ديستانس هتكون موجوده 2 وده مش هو الانسب. طيب افرض ان عندي اكتر من حل بيملى الفراغ، او الاثنين الحلين اللي هحطهم او 3 او 4 او الاحتمالات المختلفه بتطلع لي فراغ تاني، فساعتها هقارن بين عدد الديسكات. يبقى التلاتة اللي انا كتبتها دي معناها التلاتة ديسك تحت وفوق 5 ديسك، لكن انا هختار الخمسة ديسك لان هو بيقول لي في السؤال first priority is minimize empty distance، بينما second priority الاولوية التانية ليا لو تساوي. وتعالوا نشوف example ان يكون عدد الديسكات اقل. فمثلا هنا بيدينا مثال بيقول لنا ان الـ x بتساوي 3 والـ y بتساوي 5 والـ distance كلها 24. يبقى انا لو عندي ديسك قصير او تيبل قصير اسمه 3 وتيبل اكبر لونج 5 فالمحصلة بتاعتهم 24. فواحد يقول لي انا اقدر استخدم 8 ديسكات من اللي فيها 3، صحيح طولها 3، ف 3 في 8 ب 24. يبقى احنا معانا
تو اكزامبل، وهنشوف ازاي يطلع لنا الاوتبوت، ودي الطريقه اللي المفروض نتبعها، ونشوف ازاي نحلل الالجوريزم بتاعنا ونطلع النتيجه. تعال نشوف الارقام كده ماشيه ازاي. لو الاكس ب3 يبقى ده الشورت، والواي ب5 ده اللونج، والديستانس كلها 24، ايه الاوبتيمم كومباينيشن؟ انت تقدر تجرب اكتر من تجربه. فواحد يقول لي انا هستخدم 3 و5، عندي يعني 3 وعندي واحده طولها 5 والمسافه كلها 24، يا ترى ايه الطريقه اللي املى بيها السبيس كومبليتلي واخلي، طبعا هو مديني الانسر هنا بيقول لي 3 من الاول و3 من الثاني وصفر الريميننج، الار دي معناها الريميننج. فالثلاثة من الاول لو استخدمتهم اجمالي بتاعهم 9 صح، يبقى الاجمالي 3 في 3 ب9، والثانيه لو استخدمت 3 وهي طولها 5 التيبل الواحده يبقى الاجمالي 3 في 5 ب15، 9 و15 هيكون طبعا 3 هنا، يبقى الاجمالي بتاعنا هيكون 24، يعني فيتنج بالظبط مليت السبيس ب3 من القصيره زي ما انت شايف كده و3 من الكبيره اللي هي 5 و5 و5. ده اكزامبل يوضح لي انسب حل، لكن مين اللي قال ان ده مفيش حل تاني غيره يقلل عدد التيبل؟ فلازم نعمل بقى الجوريزم يحاول يوجد اصغر عدد من التيبل بيملأ اكبر مسافة ويخلي المسافات الباقية كلها اقل ما يمكن، والاولوية للمسافة المتبقية اللي احنا بنعلم عليها، واقل مسافة متبقية ان انت تملاه بالظبط، يعني تكون المسافة الريميننج صفر. عشان كده هو كاتب لنا سو امتي ديستانس بتساوي 24 ناقص 24 بيساوي صفر. يبقى انت هتستخدم ممكن زي ما بقول لك بقى، واحد يقول لي انا هستخدم 8 من الديسك ده اللي هو الثلاثة او التيبل طولها 3، فالثلاثة 3 3 هيعملوا 24 فعلا، والريميننج برضو زيرو. لكن هنا نروح للبريوريتي الثانية اللي هي 6 ديسكات من اللي فوق و8 ديسكات من اللي تحت، لا يبقى الافضل اللي فوق اللي هي استخدمنا عدد تيبل اقل او عدد ديسكات اقل. فهنا بيقول لي ان الريميننج ديستانس بتساوي صفر. يبقى انا كده فهمت الاكزامبل ده وفهمت الفكرة وعرفت ازاي بيحسب. فعايزين نعمل الجوريزم ينفذ الكلام ده ويحسب ويطلع الليست او اقل مينيمم امتي ديستانس. الاكزامبل التاني قال لو عندك ديسك 9 3 و9 و29 اجمالي المسافة، فالمسافة اللي اقدر استخدمها او الافضل ان انا استخدم، واحد قال لي 3 ديسكات كبار 9 9 9 دول طلعوا 27 والريميننج 2، فانا هجرب. واحد يقول لي انت اشمعنى يعني الاكزامبل ده، انا بدي اكزامبل عام بشوف هو بيفكر ازاي او بيمشي ازاي عشان ابدا اصمم الالجوريزم بتاعي. الاكس بتساوي 3 هنا قدامك معناها ان انت لو استخدمت الثلاثه معاهم هتتجاوز ال 29، لان الثلاث 3 في 9 ب 27 وحطيت 3 كمان فبقى الاجمالي 30، وده مش صحيح، مش هينفع تملى المكان. فبعد ما بصمم الكلام ده او بفكر فيه بيقول لي ديزاين الجوريزم سودو كود تو سولف ذا اباف بروبلم، بعدين امبلمنت يور سوليوشن يوزنج بايثون، وده بيكون اسهل حاجه. يبقى المراحل بتاعتنا احنا لازم نفهم الفكره وده اللي هنعمله دلوقتي، وبعدين نصمم، يبقى اناليسز او ارسم على الورقه بتاعتي بسرعه جدا في اقل وقت متاح، لان دي المتوقع انه يجي لي في الامتحان بنفس الاسلوب ده كده، فكره عامه وهطبق فيها الجوريزم من الالجوريزمز اللي احنا درسناها. وطبعا في جزء الفاينل في حاجه اسمها جريدي الجوريزم، وفي حاجه اسمها اللي بتجيب الشورتست باث، وفي حاجه اسمها نابساك بروبلم اللي بتحل الـ كل الـ الافكار اللي بتجيب اوبتمايزيشن او انسب حل ممكن اقل عدد من التيبلز صح. فلو رسمنا زي ما انت شايف كده، فرضت ان الاكس دي الشورت والواي هي اللونج، فحدي امثله رقميه، واللي قدامنا ده اللي هو السبيس المتبقي، الدي الديستانس كلها، فالديستانس كلها هتكون مثلا خلينا نحط ارقام 9، انا هفرض الرقم ده. واحد يقول لي ليه انت بتفرض؟ عشان اقدر اوضح لك مثال، انا دلوقتي بعمل اناليسيس، فافضل طريقه ان انا احط مثال رقمي، احط لنفسي مثال رقمي، هقول الشورت طولها 2 2 بس، انا هنا اقصد 2 معلش، وبعدين اللونج طولها 4. فيلا عايز اعمل كومباينيشن ونشوف كل واحد فينا هيفكر ازاي، او كل واحد يفكر كده بسرعه يقول انا عايز اشوف انسب اقل عدد من التيبل، اكس دي التيبل القصيره وواي التيبل الكبيره اللي تملالي السبيس ده وتخلي اقل مسافه قليله. فلو خدت الاثنين ممكن استخدمها ان انا احط واحده طولها 2 وبعدين واحده طولها 2 وبعدين واحده طولها 2، فانا كده حطيت 4 ديسكات او 4 تيبل طولهم الواحد 2 يونت، فتبقى عندي 1 يونت. يبقى الريميننج ديستانس اللي شرحها لي من شويه هي اللي مقصود بيها ان يتبقى اقل عدد ممكن، فهنا واحد. طب لو استخدمت 4 و4 فيتبقى كام؟ 1 برضو، لان الاجمالي 9. خدت بالك؟ يبقى في كام احتمال، ده انا لسه بس بجرب كده واحده، احتمالين،
والاحتمالين مين الافضل فيهم؟ الاقل عدد من التيبل بناء على الكلام اللي هو قاله في البدايه، الاول اخلي الريميننج ديستانس اقل ما يمكن، طب لو تساووا يبقى السكند برايورتي ان الديسكات اقل، يبقى الحل اللي تحت هو الافضل ان انا استخدم تو تيبل طول الواحده 4 افضل من استخدام 4 تيبل طول الواحده 2. حبيت بس اوريك المثال ده عشان تفهم ايه اللي عايز يوصل له. لازم بقى دلوقتي واحد يقول لي طب ما في غير كده، انا ممكن استخدم 2 طولهم 2 وواحده طولها 4، واحد يقول لي لا انا هستخدم طول تاني مع، صح ولا لا؟ فبالتالي احنا عايزين نعمل بقى حاجه اسمها كومباينيشن او مزج او خلط بين الاربعه والاثنين عشان نوصل للرقم 9. فتعالى كده نشوف ازاي هنحلل الفكره ونتخيل السيناريو. احنا كده فهمنا الموضوع، لكن انا عايزك بس شويه نكمل اكتر. فتعالى نحط على الورقه كده ان انا عندي كل الاحتمالات الممكنه، وهقول لك ازاي تعرف اقصى عدد من التيبل. فهقول ان انا لو استخدمت زيرو من التيبل الاولى، مش ممكن استخدم الديسك الكبير من غير الصغير، فاقول زيرو، او ان انا استخدم واحد او اتنين من الديسك القصير، او تلاتة او اربعة او خمسة. واحد هيقول لي استنى انا عايز اعرف اقف فين، فهقول لك دلوقتي طريقة تعرف بيها هو ايه الماكسيمم نمبر اوف ديسك. فلو قسمنا التسعة على الاتنين هيطلع لنا اربعة، هيكون هو ده الماكسيمم نمبر، وهوضح السبب. خلينا بس نكمل ونقول طب لو الواي ممكن ما استخدمش، ايه الاحتمالات؟ كل الاحتمالات الممكنة عشان اعمل كومباينيشن ان انا استخدم صفر ديسك من او التيبل الاول، او واحد او اتنين او تلاتة وهكذا. وعايز اعرف الاطوال، لو استخدمت صفر الطول يبقى كام؟ يبقى صفر، ما هو صفر طرب زيرو، يبقى انا ما استخدمتش ولا طول. يبقى الاكس الاول اللي انا عملته دلوقتي ده كل عدد التيبل الممكنة، كل عدد التيبل الممكنة 0 1 2 3 4 5 اللي تحت بعض دول بيمثلوا عدد الديسكات المتاحة او الطولات اللي اقدر استخدمها من النوع اكس او القصيرة الشورت. طيب والتانية كمان هي عدد الطولات المتاحة من النوع الكبير واي، صح؟ طب تعالى نشوف الديستنس صفر. طيب واحد لو استخدمت واحدة طولها 2 يبقى الإجمالي بتاع الديستنس اللي أنا بكتبه دلوقتي ده الديستنس 2. طيب بعدين لو استخدمت 2 ديسك يبقى الإجمالي الطول هيغطي معايا 4 متر، ولو استخدمت 3 6، ولو استخدمت 4 8، ولو استخدمت 5 10 متر. خد بالك 10 متر دي تجاوزنا الإجمالي اللي هناك اللي هو التسعة، صح؟ فبالتالي الخمسة ديسكات دي مستبعدة، يبقى أنا هقف عند 4، يبقى أنا هقف عند رقم تيبل يكون اجمالي السبيس بتاعته اقل من التسعة. فهقسم الاربعه، هقسم التسعه على الطول بتاعها الواحده 2، يطلع لي 4 وشويه، يبقى اقل عدد من الديسكات 4 هنقف عنده اللي هو 4، ويدينا طول 8 اللي هو غطى اكبر مساحه ممكنه بس من مستوى اكس. طب نكرر نفس الكلام على المستوى واي، لان انا هو قال لي استخدم النوع الثاني او التيبل الثانيه اللي هي الواي، وانا عايز اعمل كومباينيشن. فقبل الكلام ده بس نكتب هنا ان اجمالي الطول المتاح اللونجست ديستانس لو استخدمت 4 ديسكات من النوع القصير طولهم هيكون 8. يبقى عرفنا الارقام العمودين اللي كتبناهم، واحد عدد الطولات 0 او 1 او 2 او 3 او 4، دي كل الاحتمالات، واجمالي الطول اللي هيتغطى باستخدام الطولات القصيره او الشورت تيبل هيكون 0 و2 و4 و6 و8 متر او يونت ديستانس، مفيش مشكله. طيب هنا كمان زي ما قلنا هيبقى ده عدد الطولات، فتعالوا نشوف الديستانس المقابله هتكون كام. واحد اجمالي الطول هنضرب ايه المره دي؟ الرقم اللي احنا حطيناه عدد الطولات في طول الطوله الواحده 4، فيبقى الصفر يقابلها صفر. طيب ولو استخدمنا واحده يبقى طولها 4، ولو استخدمنا 2 يبقى طولهم 8، صح؟ هضرب و2 في 4 ب 8، ولو استخدمنا 3 هيبقى طولهم 12، يبقى ده اجمالي الطول بتاع الديسكات بتاعتنا. طيب دلوقتي بقى خلاص انا دلوقتي هستبعد اخر واحده لان 12 لانها تجاوزت زي الخمسه، يبقى خلاص يبقى انا دلوقتي عرفت ان في مكان هقف عنده هيمنعني من ان انا اكمل او اخلي القيمه مفتوحه، انا يا اما 0 يا اما 1 يا اما 2 عدد الطاولات الكبيره. ليه؟ لأن أقصى طول 9 ودول بيغطوا 8 متر، يعني لو زودت الثالثة كان 12، فعشان كده استبعدناها. أنا بس حبيت أجرب معاك وهنشوف طريقة في الكود تخلينا نقف عند الرقم ده. بيبقى الأرقام اللي معانا كلها دلوقتي دي كلها أطوال القصيرة، والتانية الأطوال الكبيرة أو المساحات الكبيرة. عايزين بقى الكومباينيشن أو المحصلة بينهم. تعالى بس الأول نستبعد بقى الجزء
اللي ملوش لازمة ده عشان بس يبقى كلير الموضوع معانا، ونعمل كده خلاص ده عدد الطاولات وده او عدد number of tables، والتاني اجمالي الكفرد ديستانس باستخدام نفس التيبلز دي. ففاضل لنا بقى دلوقتي ان احنا نقول ازاي نعمل الكومباينيشن. يعني ايه كومباينيشن؟ يعني هناخد من الازرق مع الاصفر، فلو خدت صفر تيبل من الاولى مع صفر تيبل من التانية يبقى اجمالي المسافة اللي هغطيها صفر، صح ولا لا؟ يبقى اجمالي المسافة اللي هغطيها صفر. فخد بالك ان لو خدت صفر، ايوه بالظبط كده، يبقى نقدر نقول صفر. وهنبدأ نمر على كل القيم نشوف احنا هنجمع الرقمين اللي تحت اللي هما اجمالي الطول مع اجمالي الطول اللي بنغطيه. طيب صفر مع اربعة يبقى اجمالي الطول اربعة، يعني لو استخدمتش ولا واحدة قصيرة مع واحدة كبيرة هيبقى انت غطيت اربعة بس والاجمالي تسعة، والريميننج كده كام؟ خمسة. فلان استخدم اتنين، صفر مع تمانية يبقى صفر، يبقى تمانية. فانا كده استخدمت صفر طاولات قصيرة مع اتنين طاولة من الكبيرة، طلع الاجمالي 8، ده حل كويس. طب عايز اكمل الباقي، انا كل ده بشرح لك افهم الفكرة ازاي، بس باسهاب شوية معلش علشان اللي مش فاهمها يفهمها اكتر. دلوقتي انا بقول لك ان لو استخدمت بقى 2 مع 0 2، 2 مع 4 6 كل الكومباينيشن، 2 مع 8 يطلع 10، يبقى انا بعمل كومباينيشن مزج من التيبل القصير مع التيبل الطويل. ممتاز. طبعا عايزين نكمل بقى او نشوف بقى الطريقة نعمل بيها كود ينفذ كل القصة دي. فهنقول ان ده التيبل القصيرة طبعا ودي التيبل الكبيرة، واحنا بنعمل بينهم زي ما اتفقنا كومباينيشن، واللي بنكتبه دلوقتي في المربع هو الكومباينيشن. فهنقول اربعة مع صفر يطلع اربعة. طب اربعة اللي هما مع الاربعة يطلع 8 متر، طب الاربعة مع التمانية يطلع 12 متر، خلي بالك دي تجاوزت، يبقى ده كومباينيشن كبير. طب لو خدنا ثلاث طاولات يعني طولهم ستة، مع صفر فوق يبقى ستة، مع اربعة يبقى عشرة، ستة وتمانية يبقى 14. بعدين هناخد اللي بعدها، هنلاحظ زي ما قلت لك القيم بدأت تعدي التسعة، فهنشوف طريقة نحذف بيها القيم الصغيرة. فلو خدنا اربع ديسكات او تيبلز من القصيرة طولهم 8 هنجمعهم مع المقابل لها، فانت بتاخد كومباينيشن بين الاثنين وبين الاربعه، او بين القصيره وبين الشورت وبين اللونج. طيب نكمل 8 بعدين 12 بعدين 16. ملاحظ معايا ان كل القيم اللي فوق التسعة او اللي هتطلع اكبر من التسعة المفروض ان هي مش في محل دراستنا، فهنشوف ازاي نستبعد بقى مجموعة القيم اللي مش هتكون معانا وازاي نختار انسب طول. فاول حاجة في الالجوريزم بتاعنا نقول، يبقى اول خطوة هتكون عندنا في الالجوريزم انشاء القائمة بكل الاحتمالات اللي اقدر استخدمها اللي هي الكومباينيشن عشان اختار منهم بعد كده الاوبتيمال او الاحسن او الانسب، من حيث انه يخلي السبيس تتغطى باكبر قدر ممكن، ما يتبقاش ريميننج سبيس، ولو في ريميننج سبيس ناخد اكبر عدد من التيبل كشرط تاني او كاولوية تانية. طيب انا علشان استبعد ايه القاعدة او القانون اللي هيخليني اقول ان والله الديستانس، فعشان بس نرتب شغلنا شوية كده، الديستنس احنا قلنا ان هي بتساوي 9، ده الطول بتاع السبيس كله. فانا عايز اطرح او من القانون اللي هو الدهوني في السيناريو نفسه، انا عايز اعرف السبيس المتبقي قد ايه في كل الكومباينيشن اللي في النص اللي في المربع اللي احنا عملناه ده لكل الاحتمالات. فهنبدأ نطرح الديستنس 9 ناقص كل الارقام اللي موجودة، فيبقى عندنا حاجة اسمها الريميننج او الريميننج هتكون، لا هو المفروض الريميننج ديستانس بيساوي الديستانس، الريميننج ديستانس بيساوي الديستانس، نصلحها بس. فالريميننج ديستانس بيساوي المسافة المتبقية، تطلع عبارة عن ايه؟ الديستانس الكلية اللي هي التسعة ناقص مجموع الاتنين اللي انت طلعته، ما اللي انت طلعته ده كله القيم اللي موجودة صفر واربعة وتمانية دي المجموع، فيبقى اكس زائد واي. يبقى انا دايما هجيب المجموع بتاع الاتنين واطرحه من الديستانس يطلع لي الريميننج ديستانس، واعمل فور لوب على كل العناصر وادور على اصغر قيمة عشان اجيب اصغر ريميننج ديستانس. جبت الكلام ده منين؟ من السيناريو هو هنا بيقول لي
النقطة اللي كنا بنتكلم عنها، ان الفيرست برايورتي بتساوي مينيمم ريمينينج ديستانس، بيقول لي ان سمولست از بوسيبل، يعني عايز اصغر قيمه بقدر المستطاع. فعشان كده انا بطلع الريمينينج ديستانس كل مره بطرح الديستانس الكليه من الكومباينيشن اللي انا عملتها، والاكس زائد واي هنا نقصد بيها الكومباينيشن اللي كتبناها في الجدول اللي قدامنا. يبقى ده نقدر نعتبره في الالجوريزم بتاعنا حساب المسافه المتبقيه لكل الكومباينيشن المحتمله، صح ولا لا؟ طيب بعد كده هحط شرط بقى عشان يحذف القيم، زي ما قلت لك هتشوف دلوقتي، شرط ان اصغر مسافه متبقيه لازم تبقى كام؟ صفر. ليه؟ لان ما ينفعش انت تعمل لي كومباينيشن طوله 20 وانت المسافه 9، فلما 9 ناقص المجموع اللي هو ال 20 ده هيخلي ان المسافه تبقى اقل من صفر. يبقى انا عرفت شرط دلوقتي هطبق فيه القانون، وتعالى نطبقه بقى على كل قيمه. ف 9 ناقص اول مره معانا مثلا صفر وصفر، هيبقى المجموع 9 ناقص 0 فيطلع الناتج. تعال نشوف كده هنطبقه على اي خانات، خليك معايا لحظة. لو خدت الخانة دي اول واحدة اللي هي 0 ديسك مع 0 ديسك من التاني، يبقى 9 ناقص 0 زائد 0، يعني يتبقى الريميننج. طبعا الشرط ان المسافة تكون 0، اصغر شرط ان اصغر مسافة تكون 0، يعني اللي اقل من 0 هحذفه. يبقى 9 ناقص 0 يطلع 9، يبقى دي اوكي مقبولة، رغم ان هي مش انسب واحدة بس مقبولة. طب الاربعة، 9 ناقص 4 يطلع 5، مقبولة برضو. والتمانية، 9 ناقص 8 1، وهنا المسافة مميزة جدا والريميننج ديستانس أقل حاجة لحد اللحظة دي، يعني تقدر تعتبر التمانية دي قيمة كويسة. طب الاتنين، 9 ناقص 2 7، طب التسعة ناقص 6 3، طب 9 ناقص 10 هنا سالب، فعشان الشرط ده هنستبعد العشرة، والتمانية مع الأربعة معانا، والتمانية اللي أقل من التسعة يعني، يبقى الاتناشر هنستبعدها هي كمان، لأن تسعة ناقص اتناشر سالب، وإحنا قلنا أصغر مسافة تكون صفر، سالب يعني طلعت بره المسافة، بره السبيس. ستة معانا، العشرة والأربعتاشر هنحذفهم، التمانية معانا، الاتناشر هنستبعدها، الستاشر، كل ده استبعدناه بالشرط التالت اللي عملنا عليهم علامة إكس، دول كلهم مستبعدين. يبقى معانا مجموعة احتمالات، طبعا احنا فرضنا في البداية الاحتمالات على أرقام معينة، احنا عايزين نعمل ألجوريزم ياخد أي أرقام ويعمل بيها القاعدة دي. أهم حاجة إن الخطوة رقم 3 هتكون شرط يفلتر لي كل الكومباينيشن المتبقية، ويحذف الكومباينيشن المستحيلة اللي ما ينفعش استخدمها عشان أملى بيها السبيس ده. طبعا بعد كده هعمل ايه بقى؟ عايز اشوف اقل مسافة ممكنة، فحبدا اقارن. تعال نقارن بقى كل المسافات المتبقية بالقاعدة بتاعت الار دي، او remaining distance بتساوي distance ناقص الاكس اوف واي، او اكس زائد واي. فالمسافات المتبقية هنا هتتحسب ازاي؟ هيبقى بالقانون ده، هنبدأ نجيب اصغر مسافة ونقارنها. فتلاحظ ان احنا معانا تلات مسافات اللي علمت لك عليهم بالاصفر، التمانية والتمانية والتمانية، دول هما اصغر مسافات ممكنة. فليه؟ لان الثلاث تمانيات دول لما تطرحهم من الديستانس الرئيسيه يطلع لك واحد، يبقى المسافه المتبقيه صحيح ان هي واحد، بس في ثلاث احتمالات تطلع الواحد اللي هو اقل مسافه ممكنه في الرسم اللي قدامنا. فبالتالي بقى عندي الاحتمال الاول A، وواحد يعمل كومباينيشن تاني B، وواحد يعمل كومباينيشن تالت اللي هو C. تعال ندرس الثلاثه ونشوف الثلاثه كومباينيشن دول هيعملوا ايه معانا، ومين فيهم الافضل، او ازاي، ايه المعيار اللي نحسم بيه. في السؤال نفسه لو خدت بالك، او في الدسكشن بتاعتنا، كنا بنقول ان لو تساوت الريميننج ديستانس، البريوريتي الثانيه ان انت تجيب اصغر عدد تيبل. يبقى دلوقتي عايز ارجع لعدد الطاولات اللي احنا عملناه، ونشوف والله الثمانيه الاولى دي طاولاتها جايه منين، والثمانيه الثانيه طاولاتها جايه منين، والثمانيه الثالثه طاولاتها جايه منين، وبالتالي اخد عددهم. فالاولى عدد الطاولات 2، اجمالي عدد الطاولات 2 مع الصفر، لان الاي تقاطع الاثنين مع الصفر، الواي مع الاكس، صح ولا لا؟ فصفر مع 2 يبقى اجمالي، يبقى اخد 2 طولهم 4 يعملوا لي ديستانس 8، غطينا اكبر مساحه ممكنه، والريميننج 1. يبقى ده الاحتمال الاول A، خلينا نكتبه على جنب كده، نكتب منه حاجتين. اولا هو شمل الريميننج ديستانس واحد، وعدد الديسكات التيبل نمبر او نمبر اوف تيبلز كام؟ 2 تيبل. طب تعالى نشوف الاكزامبل الثاني بي. نروح للاكزامبل بي. في بي هنا عدد الديسكات استخدمنا واحد من التيبل الكبير مع اتنين من التيبل القصير، يبقى تعالى نكتب، والاجمالي هيكون 8، 4 مع واحدة 2 مع واحدة 2، صح؟ فيتبقى الريميننج واحد. فالبي الريميننج برضو واحد، لكن
عدد الديسكات التيبل بيساوي 3، والقاعدة بتقول ان احنا نستخدم اقل عدد من التيبل يبقى الـ A افضل من الـ B لحد اللحظة دي. يبقى انا كده اللي فهمته ان الـ A كان عدد الريميننج 1 وهنا 1، لو تساوي البريوريتي التانية هنا 2 وتحت 3 يبقى الاحتمال ده هو الافضل. يبقى كده انا فهمت ان الـ A انسب من الـ B. نروح للـ C ونشوف ايه الوضع معاها. هنلاحظ ان عدد الديسكات 4 ديسكات من القصير اللي طوله 2 مع 0 ديسك من اللي طوله 1 4، فيبقى 4 ديسكات قصيرة برضو ادتني نفس المسافة 8 وهتديني نفس الريميننج اللي هو طوله 1، فبالتالي بقى عدد التيبل هو الأكثر شوية 4، فبقى الاحتمال ده أصغر احتمال أو أسوأ احتمال أو نوت أوبتيمال بالنسبة لنا، يبقى أحسن واحد هو الـ A. وبكده يبقى دي الإجابة بتاعتنا اللي إحنا هنختار بيها. يبقى أنا دلوقتي عايز أعمل كومباريزون، همر على كل القيم زي ما اتفقنا، هنعمل كومباريزون بينها وبين بعض عشان نوصل للأقصر أو الأصغر أو الأنسب. يبقى هنقول نختار او عايزين نفلتر يعني، فهنستخدم كونديشن طبعا، نختار الكومباينيشن الانسب فيهم. دول كل الكومباينيشن اللي احنا عملنا عليهم دايره دول، تعالى نعلمهم بشكل بس ارتب شويه. اللي انا هعمل لك عليهم ساين دلوقتي دول هم المجموعه، يلا كده دول كلهم، كل اللي بنعلمهم دي الكومباينيشن المتاحه، شطبنا منهم القيم الكومباينيشن اللي هتتجاوز الحد. يبقى انا بعمل probability او احتمالات شامله لكل الاحتمالات، هدور على الكومباينيشن الانسب الاول بالقانون، احسب بيه او احط شرط عشان استبعد الكومباينيشن اللي شطبناها، بعدين اكتشف ان المسافات المتبقيه انسب مسافات واحد الاقيها متكرره، ادور على اللي بيستخدم اقل عدد من التيبل. يبقى هنشوف الجوريزم نختار بيه كومباينيشن بيزد على حاجتين، الحاجه الاولى مينيمم ريميننج ديستانس، خد بالك بناء على طلبه ريميننج ديستانس، تاني حاجه هتكون اقل عدد من التيبل لو ريميننج ديستانس اتساوت زي ما قلنا 8 و8 و8، ريميننج ديستانس كانت 1 و1 و1، فبالتالي بقى الانسب ان احنا ندور على التيبل. بس عايزين نوضح حاجه، ان القانون بتاع ريميننج ديستانس تاني بيساوي دي ناقص اكس زائد واي، يعني 9 ناقص 8 و9 ناقص 8 و9 ناقص 8، صح؟ عشان الناس بس تسال جه منين الواحد، فالباقي هنا واحد، يبقى الريميننج ديستانس في التلاته 1، فتساوي التلاته في الريميننج ديستانس. بينما مثلا اللي انا بعلم عليها دي 4، فلو حسبت الريميننج ديستانس 5 فمش هتكون هي الانسب. عشان كده انا كتبت لك، هنشوف شرط ان اصغر مسافه بتساوي صفر، واحسب اقل مسافات متبقيه عشان يطلع لي الثلاث تمانيات، وهم دول اللي هعمل بينهم كومباريزون اخير بالشرط الثاني اللي هو الخاص بايه بقى الشرط الثاني. يبقى الشرط الاول للمينيمم ريميننج ديستانس، بعدين الشرط الثاني المينيمم تيبل نمبر او نمبر اوف تيبل، نقدر ننهي بيها الموضوع. تعالوا بقى نشوف ازاي نعمل الالجوريزم ده بطريقة عملية. احنا كده خلصنا الفكرة بشكل عام، فهمنا اساسها، عايزين نعمل ديزاين للالجوريزم بعد ما فهمنا الاناليسيس بتاع الفكرة دي. طبعا بنحتاجين ان احنا نرتب القيم بتاعتنا، نشوف هنعمل ايه في الديزاين بتاعنا. هيكون معانا طبعا القيم اللي بره دي كلها اللي هي عدد الطاولات، هنعمل لها ليست خاص بيها، والطاولات التانية هيكون لها ليست خاص بيها عشان يطلع لنا نمزج الاتنين مع بعض، او نشوف كود يمر على كل القيم ويقارنها ببعض ويعمل الكومباينيشن اللي احنا محتاجينه. فهيبقى عندنا الليست الاولى اللي هي الواي 0 و1 و2، والليست التانية دي الفكرة بس ان احنا هنطبق الكلام ده ازاي، والليست التانية، وبعدين هنبدأ نطلع منهم كومباينيشن وندرس العناصر بناء على الالجوريزم اللي احنا كتبناه مع بعض. خلينا نبدأ إن شاء الله الجزء الجاي في الألجوريزم لما ناخد القيم القليلة، لما هنشوف هيطلع الكومباريزون دي ننفذها إزاي.